سي اسماعيل الماس، كل ما تجوز في البلاطوات تاع التلفزيونات في الجزائر، خاصة في التلفزيونات الخاصة، تعمل البوز بتصريحاتك بتحليلاتك والارقام اللي تمدها، وكل ما ندخل انا الانترنت نكتب اسماعيل الماس نلقى توجور 50000 60000 70000 فيو. واش هذا السر تاعك سي اسماعيل الماس؟ بسم الله، هذه نعمة نعمة، يعني الجمهور راه يتابع التدخلات نتاعنا. نذكرك بان منذ 3 سنوات وانا نعمل يعني ندير التدخلات في مجال الاقتصادي، واليوم الحمد لله اننا نعطيك ارقام اخرى، يعني كان دي فيديو وين راحت ال 500000 او اكثر. دونك لا نظن بان بساطة التنافس الجزائرية هكذا لا، هي في الحقيقة شوف اليوم لازم نفهموا شيء، هذه الأزمة خلقت لنا شيء إيجابي وهو الاهتمام تاع الجمهور أو تاع الشعب بالقضايا الاقتصادية، وهذا شيء جميل. ولكن الشعب والمواطن ما يقبلش أي شيء، يقبل ممتاز. أولا لغة الصراحة، وثانيا المصداقية. اليوم أنا ما عمري ما كنت مسؤول. خليني نقول لك حاجة سي اسماعيل الماس، أنت صحيح معروف عليك بأنك صريح، وأيضا المواضيع الاقتصادية تفهمها بشكل بسيط. هذا ونظن بأنه فاطمة مهني توافق معايا في هذا الرأي. Oui, moi j'ai une première question. On assimile Yahya à l'austérité. Qu'est-ce qui nous attend pour 2018 à votre avis? Qu'est-ce qui nous attend en 2018 par rapport aux perspectives déjà et aux réserves de change? Est-ce qu'elles vont fondre? Bon, je vais vous dire une chose. 2018 sera la photocopie conforme de 2017. Donc il n'y aura rien de changé. L'Elfine ou le 17, عرفنا يعني تواصل الأزمة. دونك الأزمة اللي جات في النصف سنة 2014 وين تراجع أسعار البترول، فبينت لنا أشياء كبيرة وعيوب كبيرة في الاقتصاد نتاعنا. لا نذكرك شيء، يعني من بعد نجي ل 2018 نذكرك شيء، بأن لو تشوفوا التصريحات في الجرائد وفي في الميديا تشوفوا بأن حتى التعريف تاع الأزمة تاعنا كل واحد كيفاش يعرفها. واحد يقول لك أزمة اقتصادية، واحد يقول لك أزمة مالية، ولكن واحد ما قال لك وعلاش راهي ازمه اقتصاديه وعلاش راهي ازمه ماليه، وانا نقول ما راهي لا اقتصاديه ولا ماليه. وشنو هي عماد؟ لا، هي ازمه الشكل الاقتصادي نتاعنا. لما نقول ازمه اقتصاديه هذا واش يعني؟ يعني عندك بو سامبليفي، عندك كساد في الانتاج، عندك انتاج قوي الى اخره، ما عندكش اسواق باش تبيع. دونك اون سوغتوا افيك اون برودكسيون سو برودكسيون فايد ما عرفناش. دونك هذه الازمه ديزون الاقتصاديه. اما الازمه الماليه يقول لك خصونا دراهم باش نحلوا المشاكل نتاعنا. ولكن ذكر الجماعه بان من 2014 الى 2016 و17 صرفنا حوالي 100 مليار دولار من احتياطي الصرف وما زلنا في الازمه. نذكر الشعب والمشاهدين ونذكركم بان صرفنا ما يقارب 55 مليار دولار، سي الفون دو ريغولاسيون اللي كان فيه 5500 مليار دينار، دونك ما يوازي 55 مليار دولار، وما زلنا في الازمه. يعني 155 مليار دولار والجزائر في الازمه. دونك يفو كومبيان دو مليار دو سنتان دو مليار دو دولار بور سورتير دو لامباس. دونك ماهوش مشكل مالي. على بالك وصفتوا بان الشكل الاقتصادي نتاعنا، الشكل الاقتصادي اللي يعتمد على ثروه اللي ما نتحكموش فيها. اليوم كلنا فهمنا بان النفط الجزائر ما تحكمش فيها، لا في الكميات، نعم، لا في الاسعار، كل شيء يجينا من، وبالتالي فكل ما تراجع الاسعار وكل ما نروحوا في سي دارماس. هذا العام الجزائر اكتشفوا العديد من المصطلحات الاقتصاديه الجديده، واكتشفوا ايضا العديد من القضايا اللي ربما خلتهم انه يرتبكوا في عدد من النقاط. فعبد اللطيف ربما عندك سؤال في هذا الاتجاه. سي الماس، انا عندي سؤال يطرحه كاع المواطن الجزائري في عموما. كيف اليوم كاين حل بزاف الاقتصاديين يقولوه هو انه اعاده طبع عمله جديده باش نمتصوا الاموال اللي دائما تشكي الحكومه وتقول ما قدرناش نجيبوها راهي في السوق الموازي. كيف اليوم نفسروا اننا رحنا يا ابن عمي نطبعوا الصواردة وما قدرناش نبدلوا العمله، علاه في اعتقادك بلغه بسيطه للمواطنين؟ شكرا. هذا من الحلول المطروحه من بعض الخبراء وبعض حتى الناس اللي قرب من السلطه. ولكن هذه استعملت في تركيا مثلا، في بعض البلدان. وش يقابلك لما تروح الى تغيير العمله؟
لازم تغير النمط الاقتصادي، تغير الشكل الاقتصادي، تروح الى تطوير اقتصادي الى اخره. اذا تغير العمله وتخلي نفس الشيء، نفس المحيط، نفس الشكل الاقتصادي، نفس العمله ديجا. لا ايه غيرنا العمله في 80. لا 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 غيرنا لا يعني الدينار يعني الشكل الشكل لا 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 كيفاش يا محمد؟ تغيير العمله ماهوش حل سحري بالنسبه للاقتصاد. خليه يجاوبنا لانه حتى هو يجاوبنا هو مختص. على بالي على بالي فقط الفكره. جاركم ما طلقتوش؟ انا ماشي جاري. انا فاهم واش حبيت. المواطن لازم يفهم الواحد. انا نقول له الفكره انا لخصتها فقط الفكره تاع الاستاذ للماس انه ماهيش حل سحري تغيير العمله. بارك الله. لانه اذا غيرت العمله سيجد هؤلاء الذين يشتغلوا في السوق الموازيه الاف الطرق حتى يحولوا عملتهم اللي عندهم الى عمله جديده، فبالتالي ما نخرجوش من المشكل. من العيوب تاع تغيير اكثر. ولكن نروح انا اعمق الى في الطرح. تغير العمله وما تطورش الاقتصاد نتاعك، تغير العمله وما تبدلش الدهنيه، تغير العمله وما تغيرش لي فاكتور بلوكون للعراقيل، تغير العمله وما تغيرش الفساد، تغير العمله وما تقضيش على السوق الموازيه، وبالتالي واش يصير لنا؟ نتبعوا الدراهم فقط. لا 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 انا نتكلم انا نروح سؤال بسؤال. دونك تغيير العمله بالك فو نافي با كومبري ما كيسيون. نو نو انا انا جو نيتي با. نو نو جي كومبري. كان تخليني تفهم بلي فهمتك. تفضل. دونك تغيير العمله، تغيير العمله اذا ما تغيرش المحيط والمناخ الاعمال، اذا ما تكونش عندك مخطط واستراتيجيه لتطوير الاقتصاد والى اخره، هذا التغيير العمله ما يقدمش، ما يجيب حتى شيء، لان نفس المشاكل اللي كانت قبل تغيير العمله تكون مطروحه بعد تغيير العمله. دركا نروحوا للطبع، دركا نروحوا الى طبع الاموال. جاء سي الحكومه الجديده، جاء سي يحيى وصاب بوضعيه كارثيه. سي يحيى كان في المسؤوليه منذ سنوات، يعني جاء عدة مرات، ولكن المشكل أو حاد. لماذا؟ لأن عندك ما عندوش خيارات كثيرة. جابناها الطريقة تاع طبع الأموال، وفي الحقيقة هو فخ. سي تان بياج بوغ لا بيغسون ديجا. سي تان بياج بوغ لا بيغسون. وعلاش نقول لك سي تان بياج ولا فخ؟ لأن حتى الناس اللي مشاو معاه، اللي كتبوا له هذا البرنامج نتاعو، المخطط نتاعو، راهم بعاد على الواقع، بعاد تماما. لماذا؟ لان المبررات اللي جا بها هذا المشروع الاقتصادي تاع سي الحكومه الجديده خاطئه. نذكرك على ما هي المبررات اللي قام بها هذا المخطط. قالك نطبعوا العمله لان بعض البلدان طبعوها وداروها ونجحوا. ما هي هذه البلدان؟ الولايات المتحده، اليابان، وانجلترا. يا هل ترى الاقتصاد الجزائري يشبه الاقتصاديات هذو تاع البلدان المذكوره؟ لا. يا هل ترى الازمه الجزائريه نفسها كما الازمات الاخرى؟ لا. حتى العمله تاعهم ماهيش عمله محليه. بارك الله فيك. عمله كونفيرتيف. اكزاكتومون. دونك ما كانش حتى اوجه مقارنه. كيف تقترح مشروع؟ كيف تقترح حل وهذا الحل يعتمد على مبررات خاطئه ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى علاقه مع الشكل الاقتصادي الجزائري، مع الواقع الجزائري. مفهوم. محمد سيدمو عندك سؤال باختصار فقط من اجل يعني اكيد انه الحكومه على بالها بالواقع الاقتصادي الجزائري، على بالها باللي اقتصادنا ريعي. الحكومه تكرر كل هذا الكلام وتدعو لتنويع الاقتصاد وتقول انها تعمل على تنويع الاقتصاد. المشكله علاش فشلنا؟ هل هناك نيه لابقاء الوضع القائم كما هو، ام انه احنا رانا عندنا حكومه بين قوسين اماتور، يعني حكومه رانا في فلاماتوريزم، يعني ماناش قادرين نجد الخطط اللي ممكن تخرجنا من الازمه. نعطي لك مثل بسيط، يعني اقامه ميكانيزم تاع رخص الاستيراد، لي ميكانيزم تاع لي ليسونس دامبورتاسيون. بارك الله فيك. منذ سنتين ولا سنه ونصف جاءوا بهذه الفكره من اجل تقليص فاتوره الاستيراد، من اجل حمايه المنتوج الوطني. قلنا لهم هذاك الوقت، انا ما قريتش في المريخ، قلنا لهم هذاك الوقت بلي ان رخص الاستيراد سوف تخلق لنا مشكل كبير ومشاكل كبيره، منها خلق بلبله في السوق، منها رفع الاسعار، رشوه بورافوار لاخر الفساد، ورشوه بورافوار لي ليسونس، الاحتكار لجماعه اللي قراب من مصدر القرار الى اخره. قلناها وغلق المصانع وغلق الى اخره. قلنا هذا المشكل لماذا ما سمعوش؟ يجيو اليوم سنتين بعد يجي يقول لك نلغي هذه الرخص. مليح عم سمعوا، ولكن شكون يخلص الثمن؟
سو سون دي سنتين دو مليون دو دولار وملايير الدولارات راحت. شكون يخلص الثمن تاع المؤسسات اللي غلقت؟ شكون يخلص الثمن تاع هاد العائلات اللي تشردت؟ دونك فوي لا لا هذا مشكل. اثنين يعني هم جاوا سمعوا قال لك نلغيو الرخص لان خلقت اضرار. داروا لنا قائمه تاع 1000 منتوج ممنوعه للاستيراد. هاني قلت لك قلتها البارح لو البارح الى اخره. قلت يا ولدي ماشي حل او راح يدير لنا نفس المشاكل اللي درنا لي ليسونس. سي كوا اون ليسونس اي سي كوا الانترديكسيون؟ سوف كو لا ليسونس عندها كميات والاخرى ممنوع تماما. راك رايح يعني المشكله بارك الله يعني لا نكمل لك هذه باش لما نعالجوا مشاكل اقتصاديه بقرارات اداريه راح نوقعوا في الخطا وفي التسيير الاداري لنشاط تجاري لنشاط بيزنس ما يجيب حتى فائده. قلت لك اليوم القائمه هذه ونعطي لك موعد على 4 أشهر ولا 5 أشهر. اولا هذه القائمه تلغى مع رمضان تلغى هذه وحده. ثانيا راك رايح دير بالقائمه هذه راك رايح تغلق مؤسسات رسميه وتحل مؤسسات تاع ترابندو. راك رايح تقضي على المناصب الشغل الرسميه وتخلق مناصب الشغل تاع ترابندو. راك رايح تلهب السوق بالاسعار تاع السوق. ما تحميش القدره الشرائيه ما تحميش الانتاج وما تحميش المدخرات. اسماعيل اسمح لي بنسحب لك الكلمه لانه عندنا فاطمه ماني انا حكينا نعاود نختم بك لانه الختام بالمسك. وي اون جيمري بيان كون ابورد 2018 افيك ان بو بلوس دوبتيميزم. كيل سوري دابري فو لي سوليسيون بور ايكيليبري لا بالانس كوميرسيال؟ C'est vrai que je suis réputé pour être quelqu'un de très, très pessimiste, hein? Mais le temps m'a donné raison. Hein? Le temps m'a donné raison et mon pessimisme est basé sur des choses réelles, sur des paramètres réels. Si on aborde, ou l'un de quel mot là, مشكلة الاستيراد ou مشكلة السيارات. باش نعطيو حلول du palpable, des solutions. Exactement. Quelle est la seule solution actuelle pour réguler l'importation? C'est d'imposer une taxe intérieure pour les produits importés, les produits finis. Dire au rasm, les mentoujats, le mustawrada, les mentoujats finis. Had al rasm, ils ont mis had al maak. Had al rasm, ils ont mis qu'on a un domaine. Had al rasm, la qu'ima li ta'ti le had al rasm, ils ont qu'on a mbniya ala un argumentaire solide. Qu'olt, belli le mouchkil ta l'istirad, houa tadkhim le fatourat l'istirad. كل المسؤولين اليوم يقول لك بان اونتر 20 و 30% لا فاكتور دي زامبورتاسيون تروح في التضخيم لا سور فاكتوراسيون باش جماعه يديو العمله من هيك ويبدلوها لك في سكوار. واش هو يشجع هذا الشيء؟ الفرق ما بين القيمه تاع العمله في البنك والقيمه تاع العمله في سكوار. نكمل لك باش قاعد الفكره. يا باختصار سي لالماس كاين انتم تحبوا تهضروا على لي ستاتيو وكي نهضروا على الاقتصاد نقول لك باختصار تحبوا لي ستاتيو خير. دونك يا كاين هذه الفجوه هذا الفرق هذا. لو نستعمل للمنتوج المستورد اون تاكس كي تساوي هذه الفجوه يعني اذا كان فرق ما بين العمله الرسميه والعمله الصعبه في سكوار 60% نديروا اون تاكس دو 60%. سكي فا فير كاسكي سافا بروفوكي les importateurs seront découragés à surfacturer. Mais il n'y a pas de faïda de détruire les factures. Parce que tout euro, ils aident, ils finissent à 60% ou le fric de la balle. Cela va décourager les gens. C'est un almas. Dès qu'on dit, le président de l'Ouel, vous vous parlez, nous allons parler dans le drame. Laissez-les plastos, nous allons parler. Le jibaye, je ne ferai pas plus de dégâts que je dis. Est-ce qu'il y a un tomouh? أنا طموحي رئيس الجمهورية ماشي وزير. خلونا نبوزو رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية. في عام؟ 2019. دوما. 2019. لا دوما إن شاء الله. الله يبارك فيك. مليح هكذا الناس يكونوا كيما أنت عندهم الجرأة يخرجوا من لا شيء إلى إعلان حاجة كيما هذه. لأننا نامن بالجزائري. باسكو جو كروا. باش ترشح رئاسة الجمهورية. أنا نامن بالجزائري. يعطيك الصحة. نامن بالجزائري. سي لالماس اسكو تامن باللي المعيار تاعنا قادرين يديروا تحصيل جبائي محلي قوي كما دفعهم قانون البلديه الجديد؟ لا مشكل ماهوش في القوانين. مشكل انا نديك في بلديه اللي نعرفها اسكو مكونين على تحصيل جبائي بارك قوي. الله فيك بارك الله. الكفاءه انت تجيب لي مير ما نحبش نهضر بهالكلام ولكن هذا واقع. اولا المنظومات الجبائيه ماهيش شفافه ماهيش منظمه هذه وحده. ثانيا المنظومه الجبايه المحليه ماهيش معروفه. بصح شنو هي الجبايه سي الماس؟ بالك الناس ضرائب ضرائب انا اون بارل دو سا ضرائب يعني بالك الناس ما يفهموش شنو هي الجبايه. سي لامبو بيان سور سي لامبو. دونك وثالثا طاف عندهم يعني اون بارتي اون بارتي. وثالثا التكوين
التكوين. انا كنت فرحان لما في وقت زرهوني وزير اول جمع لي بريزيدون دا بي سي لي زيلو باش يديروا التكوين ولا تشفاو اون 2012 جو كرو تكوين على الواقع السياسي على الواقع المالي الى اخره. هذه الامور هذه ميز لانتيريور كان زرهوني سي فو رابلي مو جي بيان ايمي سلا عجبني الحال. سي بدوي الوزير الداخليه كذلك راه تكلم على لو ديفلوبمون لوكال او نيفو لوكال سادير كو لا سيلول لا ميري التطور البلادي بدا من الخليه. ولكن وللاسف مره اخرى شفنا بان بقات في استاذ خطب كلام ما كانش واقع. انا نعطي له دقيقه نعطي له شيء يجي يشد نموذج كومون بلديه نموذجيه يديرها ويطبقوا بروجرام مخطط واذا نجح يعملوا على الجميع. سي الماس خليني لان عجبتني الفكره تاع الماس رئيس الجمهوريه في يوم من الايام. لا والله صراحه والله عجبتني الفكره. فهل اليوم سي الماس عنده استراتيجيه اقتصاديه منظور اقتصادي برنامج اقتصادي لغدوه ان شاء الله لو اتيحت لك الفرصه وهذا حق ليك ولا حق لك اول قرار شنو اول قرار ديرو اقتصاديا؟ اقتصاديا وشحال يلزم لك من الوقت خاصه؟ ما شوف اللي يقدر هي اي رئيس جمهوريه لازم كي يلحق في الجزائر لازم لا ما نقولوش هذا السؤال تاع واش حمل لا اولا لا انا يعني اللي عندها يعني اي اجراء اقتصادي عنده فعاليه في مده معينه لا 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 غير حصلتوني يعني درتوا لي ندير لكم برنامج رئاسي. ولكن انا واش نامن نعطي لك مثل جو في دوني ان اكزومبل باش الشعب يفهم تو الموند. تسير البلد كانك تسير مؤسسه لما تحط لي كومبيتونس الكفاءات على كل مستويات تاع المؤسسه او نيفو دو تو لي سيرفيس اكسيتيرا vous avez 99.99% de chance de réussir. سي لا ميم شوز ان بي ان بي ولا تعتمد على الكفاءه. هذا هو اكبر اختراع في العالم. ربي عطانا اخترعنا وحنا اكبر اختراع ورانا نرميهم في البحر ولادنا. سي سا البروبليم نعتمد على الكفاءه نجيبوا احسن الناس ماشي اللي نعرفوا المعرفه نو احسن الناس اذكى الناس اثقف الناس الجامعه يتخرج عندنا ولادنا حنا ما يخرجوا في الجامعات الى اخره نديروا اون مي لي كومبيتونس لا ويلفو. لم يا هل ترى درنا لي كومبيتونس في البلاد وقلنا فشلنا وضع لي كومبيتونس وبعد ذلك اسمح لي بعد ذلك هاد لي كومبيتونس هما اللي درسوا الوضع وهما اللي حطوا مخطط استراتيجي لتطوير البلاد مبني على الواقع مبني على التشخيص الحقيقي ماشي على لي شيفر ماكيي نو سور لا رياليتي اون فا بروندر سيكتور بار سيكتور اون فا دياغنوستيك سيكتوريال سي كوم سا كون بو كونستروير اون بوليتيك. شوف انا اتحدى نكمل لك اتحدى اي حزب في الجزائر عنده برنامج واقعي وحقيقي مبني على الواقع. نعطي لك اكثر منه. تكلمنا على شكل اقتصادي اللي جاته الحكومه انتقدتم الالزاد اليوم الوقت عطانا الحق الوزير الاول سي يحيى دو جور قال لك عندنا شكل اقتصادي مبني على ارقام خاطئه غير واقعيه. كنت نستنى انه سي اسماعيل باختصار فقط محمد من فضلك رئيس الجمهوريه القرار الاول اللي يتخذه يطلق سلسله تاع لي ريفورم ستركتورال يعني في الجزائر. لا 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 لان احنا محتاجين دي ريفورم الاقتصاد الجزائري. لا بريمير شوز لا بريمير شوز افير لازم تعرف ما هو المرض نتاعك. هذا هو ما تقدرش فوزالي ريفورمي كوا الضرائب مريبه مت يا شوف انا الكلام هذا تاع لا ريفورم اول شيء قرار في الانفستيسمون في لا سوبونسيون ابولير هذه لا ريفورم هذه الكلمه تاع ريفورم اصلاحات تتلحى ما تصلحش الدار اللي معوجه. سمعت اذا تبني ديت الحمله الانتخابيه هنا في لا والله والو راك لصقتني هذا دوك الناس تقول لك راهو في حمله لا يفو كونسروير il faut construire une économie il faut construire un pays رانا حنا راك تشوف رانا نضربوا مع كومون ابيل سا لي ستاتو رانا نضربوا شكون يتزوج وشكون ما يتزوج دونك رانا في رانا تحت الارض ممتاز رانا تحت الارض. سي الماس صدقني الحديث معك مشوق جدا بارك الله فيك ونتمنى بانه صحفيين ما نزعجش بزاف بالاسئله كانت صريحه وكانت ممتازه وصدقني غدوه ان شاء الله نفوت عليك. والله العظيم سي جونتي عليك سي جونتي انا انا راني زعفان. وعلاش؟ انا راني زعفان على ماما نعيمه. نعم ماما نعيمه ام الجزائريين راني زعفان عليها باسكو عندها. انت شكون اذا نعيمه ام الجزائريين؟ انت شكون؟ لا لا انا ما نقولكش شكون. لا وعلاش راني زعفان عليها؟ وعلاش راك زعفان عليها؟ عندها تليفون تاع بوتفليقه ما تعطيهوليش. لا 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 لا
يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا. احنا نكملوا مشاهدينا في برنامج مازال الحال، مازال الحال، واخر ضيف اللي راح يكون معنا في الفترة الأولانية تاع مازال الحال محرز رابيا، باش نحكوا على العديد من المواضيع اللي تهمه وتهمنا.